يمكن نتكلم على سيكستو رودريغيز المعروف غالبا باسم رودريغيز، وهو مغني وكاتب أغاني أمريكي. ولد في 10 يوليو 1942 في ديترويت ميشيغان. اسمه الكامل هو سيكستو دياز رودريغيز. على الرغم من إصدار ألبومين في أوائل السبعينيات، إلا أنه ظل غامدا نسبيا في الولايات المتحدة حتى أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك وجدت موسيقاه جمهورا متحمسا وغير متوقع في جنوب إفريقيا، حيث حقق مكانة شبه أيقونية. أصدر رودريغيز ألبومه الأول للإسم ديالو Cold Fact في عام 1970، والألبوم الثاني اللي كان اسم ديالو Coming From Reality في عام 1971. وعلى الرغم من الإشادة النقدية، فشل كلا الألبومين في تحقيق نجاح تجاري كبير في الولايات المتحدة. تمزج الموسيقى رودريغيز بين التأثيرات الشعبية والروك، وتتميز بكلمات السبطانية وعزف لحني على الجيتار. بعد فشل ألبوماته في إحداث تأثير في الولايات المتحدة، ترك رودريغيز صناعة الموسيقى وعمل في وظائف مختلفة، بما في ذلك أعمال البناء والهدم. أصبحت موسيقى دون علمه تحظى شعبية كبيرة في جنوب إفريقيا، حيث كان لأغانيه صدى عميق لدى الجماهير خلال حقبة الفصل العنصري. ومع ذلك بسبب نقص المعلومات، ظل رودريغيز غير مدرك لقاعدته الجماهيرية في جنوب إفريقيا. حظيت قصة رودريغيز باهتمام عالمي مع إصدار الفيلم الوثائقي البحث عن رجل السكر Searching for Sugar Man عام 2012. الفيلم من إخراج مالك بن جلول، ويتتبع سعي الاثنين من المشجعين من جنوب إفريقيا لكشف حقيقة حياة رودريغيز والمصير. فاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في عام 2013، وأثار تجدد الاهتمام بموسيقى رودريغيز. بعد نجاح Searching for Sugar Man، أعيد إصدار ألبومات رودريغيز وبدأ يقوم بجولات دولية في الأماكن التي بيعت بالكامل. لقد اكتسب جيلا جديدا من المعجبين الذين انبهروا بكلماته الصادقة وصوته المميز. على الرغم من الاعتراف المتأخر به، اعتنق رودريغيز شهرته الجديدة بتواضع واستمر في الأداء أمام الجماهير المتحمسة في جميع أنحاء العالم. تركت موسيقى رودريغيز تأثيرا دائما على المستمعين والموسيقيين على حد سواء. أغانيه التي غالبا ما تستكشف موضوعات الظلم الاجتماعي والحب والتفكير الشخصي، لقد صدى لدى الجماهير عبر الأجيال والقارات. يتم الاحتفال به كرمز للمثابرة وقوة الموسيقى للتجاوز الحدود والجمع بين الناس. وبشكل عام تعتبر قصة سيكستو دياز رودريغيز الرائعة بمثابة شهادة على القوة الدائمة للموسيقى والتقلبات غير المتوقعة في القدر التي يمكن أن تشكل مهنة الفنان. رحلته من الغموض إلى الشهرة العالمية تقف بمثابة شهادة على الجودة الخالدة للموسيقى وقدرتها على التواصل مع المستمعين على مستوى عميق. هناك تسالي القصة ديالنا ديال سيكستو دياز رودريغيز، وكنقول لكم تهلاو في راسكم.